السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عزازي، بكلمكم من قناة صور مصر. أحب أعرفكم بنفسي، أنا مهندس مدني، اتخرجت سنة 82 من جامعة عين شمس. دلوقتي عايش في أمريكا، وقبل كده كنت شغال في الكويت، ومعظم السنين اللي أنا اشتغلتها في الكويت. ودلوقتي أنا بقالي تقريبا سنتين في أمريكا. القناة زي ما حضراتكم بتشوفوا إنها يعني بتتكلم على الشغل بتاعنا اللي هو صيانة البيوت وبناء البيوت الجديدة. هحاول في الفترة اللي جاية إن أنا أغير شوية، ونبتدي نتكلم في مواضيع عامة زي خبرات السابقة، نقط النجاح اللي نجحت فيها، نقط الفشل. نقط النجاح يمكن تفيد حد، نقط الفشل ممكن الناس تتجنبها. وإن شاء الله تكون القناة عند حسن ظنكم، وإذا عجبتكم القناة مش يعني ما تبخلوش علينا بإن انتوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، على أساس إنه يوصلكم كل جديد من قناة صور مصر. شكرا ليكم، وأهلا وسهلا بكم في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله.